الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، يعني إخواني وأحبابي، فالآن أسف على التأخير طبعا، ولكن يعني ايه ذنوبي، معلش انتوا يعني تعطلتوا بسبب ذنوبي، يعني ربنا يغفر لنا ويتوب علينا. من الصبح وآية الواحد يعني قرأها في أول النهار وهي يعني موقفة الواحد فعلا. والله إخواني، قول الله سبحانه وتعالى فأماته الله 100 عام، فأماته الله 100 عام. أنا بقرأها كده يعني حسيت إن إيه، يعني في حاجة كده تصبط على دماغي. أماته الله 100 عام، يعني كأن ربنا بيقولك أنا مش محتاجك، كأن ربنا بيقولك أنا ديني مش واقف على حد، ده عزير يا أخوانا، كأن ربنا بيقولك أنا ديني ما هواش واقف على حد، واحد من الأولياء، واحد من الصديقين، واحد ينام 100 عام أو يموت 100 عام كما يعني نصت الآية، ودين ربنا لا يتأثر. يعني المعنى اللي وقع في صدري أول النهار فعلا، دين ربنا مش محتاج حد، دين ربنا مش محتاجك أنت، اللي محتاج ربنا. فلما سبحان الله يعني قبل المغرب بدقائق الدنيا شتت فجأة، وبعد كده الأول مرة يعني الواحد بقاله مثلا إيه سنين بيجي دروس، سبحان الله، يعني أول مرة اتأخر كده، يعني يمكن فيما أذكر يعني واقف في الشارع كده بقى والمساجد أقامت، قلت سبحان الله العظيم، فعلا دين ربنا مش محتاج حد. يعني لازم قبل ما الواحد يجي يقف مع نفسه ويفكر أنا اللي محتاج أجي هنا. كل واحد فينا لازم يكون المفهوم ده عنده، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. يا إخوانا، احنا كل اللي بنتمنى لدين ربنا ما هوش في إيدينا. لو ربنا مش معنا ما احناش هنوصل لحاجة، لو ربنا مش معنا ما احناش هنعمل حاجة. بل قال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز، ويهدي إلى صراط العزيز. العزيز يعني مش أي حد يدخل طريق ربنا، مش أي حد ربنا يدخله طريقه، مش أي حد ربنا يأذن له إنه يتكلم عنه، مش أي. أوعى تفتكر أنا جاي ويعني الواحد ما عنده معاني بقى في موضوع الأخوة في الله وموضوع الحب في الله وموضوع بقى، يعني وانا جاي شفت ولد وبنت كده ايه في عز الشتاء وفي عز المطر وايه، قلت سبحان الله العظيم، ده حب اهل الدنيا لبعض. مفيش مانع، مفيش عائق، مفيش حاجه بتوقفهم رغم كل الظروف. برضه هي نزلت وسابت بيتها ونزل وساب بيته، قلت سبحان الله، والذين امنوا اشد حبا لله. والواحد جاي بقى مفعم بالمعاني، يتاخر يتاخر يتاخر، وصلت في الاخر ربنا مش محتاج درس الاخوه بتاعك. يعني الدين ما مش محتاج درس الاخوه بتاعك، اديت درس الاخوه ما اديتش درس الاخوه، ربنا سبحانه وتعالى هينصر دينه. اشتغلت في الدعوه ما اشتغلتش في الدعوه، ربنا سبحانه وتعالى هيقيم دينه. اجتهدت ما اجتهدتش، يا اخوانا عايزين نعول على فتح الله مش نعول على مجهودنا، عايزين نتصل بالله سبحانه وتعالى. عموما يا اخواني في الله، لان انتوا حق عليا يعني، واخواني طبعا واحبابي في الله، واحنا يعني فانتوا ايه رايكم؟ يعني نتكلم نتصالح مع ربنا كده ولا نتكلم في الاخوه؟ نتصالح مع ربنا؟ ايه يا عم الحلاوه دي؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني انتوا يعني والله يا اخوان انا حاسس ان سبحان الله، يعني ممكن نرجع درس الاخوه للمره الجايه، ممكن نرجع له المره الجايه. مش قضيه، زي ما بقول لكم دين ربنا مش واقف على حاجه يا جماعه. يا اخواننا مش عايزين اعصابنا تتعب، مش عايزين نفسياتنا تتعب. احنا بقالنا سنه من بعد الثوره، يعني الواحد بيشوف عينين الشيوخ لما بيقابلها، الواحد بيصعب عليه المنظر. لا ده ما بينامش وده ما بيروحش بيته، وده من دوله لدوله وده من بلد لبلد وده من مؤتمر لمؤتمر. سبحان الله العظيم يا اخوانا، والله العظيم دين ربنا ما يتنصر بالجرش، دين ربنا مش بالجري. الايه اللي انا بدات معاكم فيها ديت يعني فهمتها والله 100 عام، الايه دي بتتكلم عن ايه؟ او كالذي مر على قريه، شوف المعاني، شوف ربنا بيربينا على ايه؟ او كالذي مر على قريه اللي هي القدس وكان بختنصر دخلها ابدها، المسجد الاقصى هده ثواب الارض، البيوت اتخربت، الجثث مترميه في الشوارع، القرى اللي حوالين القدس كلها هربت، وزي 48 كده لما اليهود دخلوا الكل هرب وبقوا لاجئين في بلاد تانيه. فربنا بيجيب لك مشهد بقى واحد من الناس اللي شايله هم الدين قوي، واحد من الناس اللي شايله هم عز الاسلام وعز الدين قوي، فبيقول لك او كالذي مر على قريه اللي هي القدس، واللي مر هو عزير، وهي خاويه على عروشها متهدمه، الاسقف متسوت بالارض، اعلى حاجه في البلد من ثواب الارض.
قال أن أن دي يا أخوانا مش يعني كيف، أن دي يعني إزاي، مش قادر يعقلها، مش قادر يتخلق. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، أن يحيي هذه الله، مش أن يحيي الله هذه. خدوا بالكم، هو نظر للمشكلة قبل ما ينظر للحل، هو نظر للمشكلة. أن يحيي هذه، الخراب ده، الدين راح، المسجد الأقصى اتهد، الناس الصالحين اتقتلوا، الدنيا كلها خربت، البلد دي هيقوم فيها الدين مرة تانية ازاي؟ أن يحيي هذه، بص للمشكلة، الله، كلمة الله أخرت في الآخر، بص للمشكلة قبل ما يبص لمصدر الحل. فأماته الله 100 عام. هم يعني هو عشان كده قال أن هو لو كان نظر للحل الأول، لو كان نظر لقدرة الله الأول، مشكلة إيه؟ زي ما بيقولش، بيقول لك ما تقولش يا كرب يا رب أنا ليه كرب كبير، قول يا كرب أنا ليه رب كبير. فأماته الله 100 عام، كان متوقع يا إخوانا في الوقت ده، فأمده الله، فأعانه الله، واشتغل في الدعوة، ورجع الناس تاني، وعمروا القدس تاني، وقامت حركة جاية تاني. لا 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 خالص، أماته الله 100 عام. ثم بعث صحابة بعد 100 سنة، لقى فلسطين رجعت، ولقى المسجد الأقصى اتبنى، ولقى الدين رجع، ولقى الناس رجعت تاني، ولقى عز الدين رجع تاني. كأن ربنا بيقولك أنا مش محتاجك، ما تتوهمش إن دين ربنا محتاجك. اوعى تضيع نفسك وتضيع عبادتك عشان الدعوة والشغل، وتقول معلش اصل الدين محتاج، اصل الدين مش محتاجك يا ابني. اهم حاجة صلتك بربنا، اهم حاجة عبادتك لربنا. اكتر آية زلزلت قلب الواحد فعلا ورجعت بقى من العمرة اللي فاتت، قول الله سبحانه وتعالى ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال. وانت بتقرأ يا جبال كده تحس فعلا الملك، الملك يا جبال أوبي معه والطير. التأويب السير من الفجر للغروب، يعني 12 13 14 ساعة بلا انقطاع، تقدر تسبح ربنا ساعتين بلا انقطاع. ابن تيمية كان بيقعد بعد صلاة الفجر يقرأ الفاتحة لحد حوالي الساعة 10 الصبح تقريبا كده، يعني بالتوقيت الايه بالوصف كده، لحد حوالي 10 الصبح تقدر تذكر الله ساعتين بلا انقطاع. داود كان بيقعد 14 ساعة يسبح الله بلا انقطاع، لحد من قوة قلبه في التسبيح الجبال والطير تسبح معاه من قوة قلبه في التسبيح. يا جبال أوبي معه والطير. طب لما عبد ربنا العبادة دي، طب لما اجتهد الاجتهاد ده، طب لما فتح عليه الفتح ده في العبادة، لما جاهد المجاهدة دي في العبادة، لما علت همته في عبادة ربنا العلو ده كله، حصل ايه؟ وألنا له الحديد. لو الواقع ده حديد ربنا هيلينه لنا، لو احنا من اهل عبادة ربنا. لو الواقع ده فولاذ، لو العقبات دي ملهاش حل ربنا هيلينها لنا لو احنا مع ربنا. اخوانا عايزين نتصالح قلوبنا مع الله. احنا بقالنا سنة قلوبنا صدت ما بين السياسة والاحداث و و و الواحد بيكره انه يسمع خبر سياسي. معلش خلنا في المنسقية بقى على راسنا، ربنا يبارك فيهم، يعني بيجاهدوا في صغر ربنا سبحانه وتعالى يعني يصلح امورنا جميعا. ولكن انا والله اخوانا ما بقدرش استحمل، ما بقدرش استعمل. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. الحديد لان لداود لما عبد ربنا العبادة ده. ايه طب يا رب ما الجبال بتسبح والطير، خليت الصوت يطلع ليه جنب داود عشان اثبته. لما يا اخوانا التلاتة والصخرة لما اتقفل عليهم الصخرة، فالاولاني توسل لربنا بر والدين اتفتحت حتة، التاني توسل انه تعفف عن الزنا اتفتحت حتة، التالت توسل بالامانة اتفتحت حتة. طب ما كان يا اخوانا بالاول تتفتح مرة واحدة، طب ما كان في الاخر تتفتح مرة واحدة. ده ربنا بيقول لهم انتوا كده صح كملوا. يعني العبد اول ما بيحط رجله على الطريق الصح ربنا بيرسل له رسالة، انت كده صح كمل. واول ما بيحط رجله على الطريق الخطأ برضه، انت كده غلط اقف. فسيدنا داود علت همته في العبادة لهذه الدرجة، يا جبال اوبي معه، رسالة على طول. اثبت، اثبت على عبادة ربنا، اوعى تسيب اوراد العبادة بتاعتك. ما تقولش هشتغل ازاي، ما تقولش هجيب وقت منين، ما تقولش الواقع. يا اخوانا كده كده المفتاح مش في ايدينا، كده كده والله لو موتنا نفسنا ليل نهار ما احنا عاملين حاجة. ده 5 مليار كافر،
ده 40% تحت خط فقر، منهم ناس مش عارفه اسم النبي محمد عليه الصلاه والسلام في مصر. لا بس ده حاله الشباب هتدعو مين ولا مين يا اخوانا؟ احنا بنشتغل بس كده كده الفتح من عند الله. يا جبال اوبي ما هو الطير، ها لما عبد والنا له الحديد ان اعمل سابغات وقدر في السرد. اشتغل بقى السابغات اللي هي الدرع السابغه الكبيره، قدر في السرد بقى، اربط حلقات الدروع وسردها ورا بعضها كده باتقان واحكام. هو سيدنا لؤي جبل العلم الرنين ده اول واحد عمل الدروع في البشريه، كانت قبلها شويه صفايح حديد كده بيمسكوها. اول واحد عمل الدروع في البشريه جبل العلم ده منين؟ ربنا اداله امكانيات علميه فوق علمه وامكانيات في القدره فوق قدرته لما عبد ربنا. اوعى بقى لما ربنا يفتح عليك تتشغل بالفتح عن سبب الفتح. عشان كده بعدها واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير. يعني ايه واعملوا صالحا؟ يعني اوعى يا داود لما فتحت لك في ألنت لك الحديد وخليت لك فتوحات تنصرك واستقامك وترفعك واستقامك، اوعى يا داود تسيب العبادة اللي كانت سبب الفتح. احنا لما بيفتح لنا في الدعوة بننسى العبادة، لما بيفتح لنا في العلم بننسى العبادة، لما بيفتح لنا في الشغل والحركة بننسى العبادة. ربنا بيقول لك اوعى لما يفتح ليك في حاجة في الواقع تنسى السبب اللي الفتح جيب سببه، تنسى الحاجة اللي اتفتح لك. اعمله صالحة، اوعى تضيع العبادة، اوعى تقول مفيش وقت. يا اخوانا لما ربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام قم الليلة الا قليلا، يا رب وفي وقت، وهو مجهودك اصلا وهي بطاقتك اصلا. سبحان الله العظيم، عجبت من قول الله سبحانه وتعالى في بيوت اذن الله ان ترفع، ها بعد كلمة ترفع ايه؟ ويذكر فيها اسمه. خدوا بالكم لم يأذن ان يذكر فيها اسمه لما رفعت الاول. الترتيب خطير جدا هنا. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. احنا عايزين يبقى في قلوب اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يعني ايه ان ترفع؟ قالك رفعها المساجد دي يا اخوانا رفعت بتنزهها عن الدنيا. ممنوع الدنيا تدخل من على الباب ده. اهو لو واحد راح منه مليار جنيه ممنوع ان يجي في الميكروفون ده ويقول يا جماعه انا راح مني مليار جنيه. لو واحد راح منه افخم عربيه في الدنيا ممنوع ان يجي في الميكروفون ده ويقول راح مني عربيه. الدنيا بره، الدنيا جناح البعوضة دي كلها بره، ما تدخلش المكان ده. هو ده رفعة هذا المكان، انه ترفع عن دناءة الدنيا وانحطاط الدنيا، ان المكان ده الرؤوس كلها بتساوي. احنا ساكدين كده الباشا والمليونير والفقير والمتعلم واللي ما بيقرا كله راسه على الارض جنب بعضه. المكان ده ربنا سبحانه وتعالى لربنا بس سبحانه وتعالى، ده رفعتها. طب لما رفعت عن الدنيا، لما خرج منها الدنيا، لما الدنيا اتشالت من المكان ده وتقال لها بره بره يا جناح البعوضه اللي مالكيش اي قيمه، اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. طب انا عايز يا رب قلبي يذكر في اسمك ويسكن في الاحساس بجلالك. لازم قلبك يرفع. يعني ايه يرفع؟ يترفع عن الدنيا، يترفع عن دناءة الدنيا وحقارة الدنيا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في اول عباد الرحمن يقول لك ايه؟ وعباد الرحمن الذين يمشون ايه؟ على الاستعلاء على الارض. ناس عالية فوق، امال عالية والام عالية وطموحات عالية، اصحاب رسالة، طلاب وصول الى الله، يمشون على الارض. امتى ربنا قال على الارض؟ لما حصل لفظ ايه؟ هونا. هونا لما الدنيا هانت في عينيهم، لما الدنيا هانت في قلوبهم. يا اخوانا لو الدنيا ما خرجتش من قلبك مش هتعرف توصل. لو الدنيا ما خرجتش من جوه قلبك نهوت وتنازعت وصله لسخيمة صدري وتنازعت من القلب ده، مش هتعرف توصل. انت عامل زي المتكبل، عامل زي المتأيد، مش هتقدر لو الدنيا ما خرجتش من قلبك. في بيوت اذن الله ان ترفع، لازم الاول قلبك يرفع، لازم الاول قلبك يترفع عن الدنيا ودنائتها، لازم الاول تشوف الدنيا على حقيقتها عشان تعرف توصل لربنا. يبقى عشان كده يمشون على الارض هونا لما الدنيا هانت في عينيهم، لما شافوها على حقيقتها، لما عرفوا حقيقه هذه الحقيره، لما شافوا صورتها الحقيقيه بنظاره القران، حصل بقوا على الارض، علوا وارتفعوا. عشان كده رمانه الميزان في المقامات الايمانيه في القلب كلها، الكلمه اللي لما جت في قلب سيدنا ابراهيم كل الانوار جت بعدها. فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي، فلما افل قال ايه؟ لا احب الافلين، لا احب
القافلين دي الدنيا كلها قافلة. البنت الجميلة ديت والدتها ماشية جنبها عندها 65 سنة شبه بعض نسخة، بس والدتها لا يمكن انك انت تبص لها. ليه؟ خلاص كبرت، قفلت الزهرة، قفلت. ربنا بيقولك البنت دي هتبقى دي. العربية الجميلة دي ماشي جنبها العربية بنفس الماركة بس بدشدشت، العربية دي هتبقى دي. البرج الجميل قوي ده جنب برج مبني من 30-40 سنة في نفس المنطقة تشقق وتبهدل، البرج ده هيبقى ده. لا احب القافلين خروج حب الدنيا من القلب. خلاص الدنيا تقلها برة، زي ما الدنيا من المكان ده تقلها برة، فأذن الله أن يذكر فيه اسمه. لما قلبك الدنيا تتقلها منه برة، ربنا هيرفع قلبك، ربنا هيأذن أن عظمة ربنا تسكن في قلبك. لما لا أحب القافلين دخلت قلب إبراهيم، بعدها على طول دخل نور الافتقار، لأن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. دخل نور توحيد الوجه على الله، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة. دخل نور الأمن بالله، فأي الفريقين أحق بالأمن. دخلت أنوار تطرى أول بس ما الدنيا تلاها برة. عايزين نقول الدنيا من قلوبنا برة، عايزين نقول جناح البعوضة من قلوبنا برة، لان قلبك طول ما هو متعلق بالدنيا. اخوانا اللي مخدوع في الدنيا ده بصرته ايه اصلا؟ اللي جناح البعوضة ده شايف انه له ايه؟ ما بصرته ايه؟ في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. عايزين بقى قلوب اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح بضمير مضارع مستمر، يسبح له فيها بالغدو والاصيل ولا والاصال. يعني ايه والاصال؟ يعني النور عشان يجي في قلبك. القصة مش قيام ليلة ولا ليلتين، القصة مش جلسة ضحى ولا جلستين، القصة مش درس تحضره ولا درسين. عشان النور يجي قلبك لازم في الروشتة الاستمرار، لازم توطن نفسك. اللي عايز يتربى، اللي عايز يبقى راجل، اللي عايز يوصل لربنا، اللي عايز ينطلق في الطريق لله، القصة مش قصة يومين همتك علت وبعد كده نزلت تاني. لازم تواصل، لازم تستمر. في سورة الكهف اللي بنقرأها، اللي بيقرأها الملتزمون بجد كل اسبوع، ربنا سبحانه وتعالى بيقولك ايه؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أصحاب الكهف يعني في صحبة بينهم وبين مكان العبادة. يعني الموضوع مش على قد مرتين عبدت ولا يومين همتك علت. لازم توطن نفسك على الاستمرار، لازم توطن نفسك على المواصلة. ربنا بيتكلم عن ايه يا اخوانا؟ ربنا بيتكلم على المكان اللي احنا قاعدين فيه ده. احنا بنتكلم وبنقول التربية، وان يوم انا نفسي يعني نرفع شعار يوم مع مربي احسن من سنة لوحدك. يوم مع مربي يعلمك عبادة ربنا ويسندك في طريقك لربنا ويفهمك المشاكل اللي ممكن تعطلك سنة، وهو بتوفيق ربنا ممكن في يوم يفهمك ازاي تتعامل معاه. يوم مع مربي احسن من سنة لوحدك، مش زي سنة لوحدك، احسن من سنة لوحدك. لو عرفنا القاعدة ده ايه؟ طب التربية دي فين بقى؟ في بيوت اذن الله ان ترفع، في بيوت ربنا، في المكان ده. هو هي الآية دي جت امتى؟ طب قبل ما نقول الآية دي جت امتى، نشوف الكلمة اللي بعدها. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. موضوع مستمر يا اخوانا، وطنوا نفسكم على طول النفس يا اخوانا. احنا عايزين الأنوار دي تتنزل على قلوبنا. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. رجالة، هو الرجال دول ذكروا في القرآن فين؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. الرجولة في بيت ربنا، الرجولة في العبادة، الرجولة في أوراد العبادة. ده راجل، ده عنده ربنا راجل، اللي محافظ على جلسة الضحى، اللي محافظ على قيام الليل، اللي محافظ على إحياء ما بين العشاءين، ما بين المغرب والعشاء، اللي محافظ على أوراد العبادة. ده راجل، اللي محافظ على عبادته في بيت ربنا. ده راجل، دي الرجولة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. طب وذكر التاني فين؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا، مش رجال يتطهروا، يحبون أن يتطهروا. في فرق بين إنك تعبد وإنك تحب العبادة، وإنك تعبد ربنا بحب، في فرق. يبقى برضو رجالة في المسجد، ده مسجد قباء. طيب والرجولة ذكرت فين تاني؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الله اكبر، ده دي الرجولة في الميدان. يبقى الرجولة في القرآن كلمة رجال جت ايه؟ مع الرجولة في بيت ربنا في المسجد، ومع الرجولة في ميدان الجهاد والعمل لدين ربنا. الرجولة بتبدأ من هنا اهو، الرجولة بتبدأ من المكان اللي احنا قاعدين فيه ده اهو.
اللي راجل هنا راجل بره، اللي هيبقى راجل هنا هيبقى راجل بره في مكافحة شهواته، هيبقى راجل بره في الاستقامة على مراد ربنا، هيبقى راجل بره في الدعوة، هيبقى راجل بره في التضحية اللي من غيرها محدش فينا يسوى شلن من غير ما حد يزعل. اللي ما بيضحيش لدين ربنا ده ما يسويش حاجة. يعني انت عارف انت معاك قرش انت تسوي قرش، انت بتضحي بايه؟ على قد تضحيتك، على قد قيمتك في دين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى رجال فيه رجال يحبون ان يتطهروا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، رجالة في بيت ربنا. فبقوا رجال بره من المؤمنين، رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه من المؤمنين، اللي مش كل المؤمنين لا. امال مين يا رب اللي بقوا رجاله؟ اللي كانوا رجاله جوه المسجد، اللي كانوا رجاله في المكان الخطير اللي احنا قاعدين فيه ده. يا جماعه اللي احنا فيه ده اسمه بيت ربنا. يعني ايه بيت ربنا؟ يعني ده بيت المحافظ. يا سلام، ده انت لو دخلت يا اخوانا انا دخلت بيت المحافظ، ده قصر الملك، ده بيت رئيس الجمهوريه. تخيل بقى ان ربنا دخلك بيته، انت متخيل دي؟ يعني لو واحد فينا ملك السعودية لما نزل كده لقوا بينادوا في الحرم، يا اخوانا احنا عايزين ايه؟ عايزين مثلا مصطفى يجي يكلم ملك السعودية في البيت بتاعه، عايزين مثلا اي حد بقى نوجب بقى مع راجل بقى دكتور عمرو كده ولا حاجة، الملك السعودية هيجي يعمل هنا ايه؟ ده هيولع الدنيا على الفيسبوك، ويولع الدنيا في كل حتة، ويعمل اعلانات، وهيتصور كده جنب ايه حيطة من اي حيطان القصر، يقول لك ده انا دخلني بيته. يا اخوانا ربنا دخلنا بيته، اي شرف هذا. عشان كده اول كلمة بتقولها وانت داخل المسجد ايه؟ ها، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم ايه؟ اللهم اغفر لي. بتدخل بالانكسار، انا يا رب لو عليا ما استاهلش ان ادخل، بس يا رب لولا انت غفور رحيم ما كنتش دخلت. اللهم اغفر لي، بتدخل بالانكسار، انا ما استاهلش يا رب. وانت بدخل رجليك كده، معقولة دخلني بيته؟ معقولة فتح لي بيته وافتح لي ابواب ايه؟ رحمتك. بتدخل بالافتقار، اغفر لي داخل بالانكسار، وافتح لي ابواب رحمتك داخل بالافتقار. طب اول كلمة قلتها بسم الله، لان لولا ربنا ما كنتش قدرت تيجي هنا. اوعى تفتكر ان اللي ما جاش لان الدنيا شتا، او اللي ما راحش اي درس من دروس الدين ولا اي عمل من اعمال الدين عموما، اعمال بقية الايمان، لان يا اخوانا ويهدي الى صراط العزيز. الكلمة دي لازم نفهمها، ويهدي الى صراط العزيز. الطريق ده طريق العزيز، مش اي حد يدخله طريقه، مش اي. اوعى تفتكر ان اللي انتكس اسمه انتكس، ده اطرد. اوعى تفتكر ان الموضوع بسيط. الى صراط العزيز الحميد، هو عزيز، مش اي حد يدخله طريقه، ومش اي حد يأذن انه يمشي في الطريق الرهيب العظيم ده، ولكن حميد. اللي هيدخله بقى هيغرقه عطاءات، اللي هيدخله بقى هيغرقه بعطاءات الحميد سبحانه وتعالى، له الحمد، هيغرقه بنعم الحميد سبحانه وتعالى. فاحنا عايزين نفهم القضية ده. بسم الله لولاك يا رب ما كنتش دخلت باقي الاستعانة وباقي الاستصحاب. والصلاة والسلام على رسول الله. طب حد يقدر يقول بنقول ليه والصلاة والسلام على رسول الله؟ ما قولوا للنبي ما كنتش عرفت طريق المسجد اصلا عليه الصلاة والسلام. هو مين اللي عرفك طريق بيت ربنا غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ فانت كل مرة بتدخل فيها المسجد لازم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، زي في الصلاة كده اخر حاجة اللهم صلي على محمد. ليه؟ هو اللي عرفك الصلاة، هو اللي عرفك طريق وصولك لربنا. اوعى تخلص الصلاة من غير ما تصلي عليه عليه الصلاة والسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي، ما استاهلش يا رب ان انا ادخلها، بس انت الغفور الرحيم. وانت داخل المكان ده، انتوا عارفين المكان ده يا اخوانا؟ المكان ده الايه اللي قبلها ربنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك الله نور السماوات والارض. ايه كده تحس ان انت قلبك، يعني قلبك ايه؟ هي الحاجات دي ما بيعبرش عنها اصلا. الحاجات دي يعني الحاجات دي ما ينفعش، اللسان مالوش امكانيه انه يقولها. الله هادي اهل السماوات والارض، مفيش هدايه غير من ربنا. اللي نور للملائكه طريقها، اللي نور للرسل طريقها، كل نور ايمان في قلب ملك ولا صديق ولا نبي ليس الا من الله سبحانه وتعالى. الله نور السماوات والارض، على قول الطبرائيه الله هادي اهل السماوات والارض. مثل نوره كمشكاه، المشكاه دي اللي هي صدر الصدر بتاعك، الصدر ده يا اخوانا هو الصندوق اللي بيحافظ على
النور اللي جوه القلب. طب الصدر ده لو مثقوب النور قاعد يتسرب. حضرتك حضرت درس عن التوكل وخرجت مولع بقى في الكلام عن التوكل، تاني يوم لقيت الدنيا راحت. راحت ليه؟ لان قلبك عامل زي الشوال المثقوب، كل ما بتعبي حاجه بعد ساعتين بتلاقيها راحت. فالمشكاه اصلا بايظه عندنا للاسف الشديد. الصدر ده هو بايظ عندنا، ما هوش حافظ للنور، ما بيعرفش يجمع النور ويركزه. مثل نوره كمشكاه فيها مصباح. المصباح دي اللي هي الفطره، اللي هي الفتيله، الفتيله بتاعت المصباح بتاع القرى. الفتيله، الفتيله دي انت واخد فتيله بالشمع اللي عليها، الدنيا بقى بوظتها، الشهوات ضيعتها، بقت فتيله مفحمه، بقت فتيله ما بتلقطش نار. ده الحال بتاعنا. انما انت واخد فتيله بالشمع اللي عليها بتلقط من اول حاجه على طول، من اول شراره. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، الفتيله المتوهجه، المصباح في زجاجه، الزجاجه كانها كوكب دري. الفتيله دي جوه القلب بقى، زي ما الفتيله جوه الازازه، الازازه دي القلب اللي زي الكوكب الدري. ايش معنى الكوكب الدري؟ قال لك الكواكب الدريه النجوم بتغيب والكواكب الدريه لا تغيب من السماء. يعني الشمس بتشرق وتغيب والكوكب الدري موجود في السماء 24 ساعة، يعني قلوبها النور 24 ساعة. زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، اللي هو القرآن بقى زي ما احنا بنتكلم فيه ايات ربنا كده دلوقتي. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ده القرآن، ده زيت القرآن. يعني الزيتون ما بيبقاش زيت غير لما بيتعصر. قراية القرآن مش هتخرج نور غير لما قلبك يتعصر وانت بتقراه. لو قريت القرآن كده وخلاص مش هتعرف تخرج بالنور بتاعه، لازم قلبك يتعصر عشان الشجرة دي تديك الزيت الوقود بتاع المصباح ده. لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، نور على نور، نور المشكاه على نور الفتيلة المصباح، على نور الإزاز اللي زي كوكب الدري القلب، على نور الفطرة، على نور القلب، على نور الصدر، على نور القرآن. نور على نور. اوعى تفتكر ان النور ده كده، ده احنا قلنا صراط العزيز يهدي الله لنوره من يشاء. والله ما مسكنا يا اخوانا، والله ما هنوصل لربنا بدماغنا، والله ما هننصر دين ربنا بمجهودنا. والله يا اخوانا نحن ليس عندنا حل، واخرى لم تقدروا عليها. احنا لا نملك حل اصلا. اللي فاكر ان مجهود وحل يبقى موهوم، يبقى موهوم، يبقى مش قادر يتخيل قدر المهمه المطلوبه. لا امل الا في فتح الله. امال انا بشتغل ليه؟ بشتغل عشان اعطي برهان صدق، اعطي برهان صدق من نفسي. انما انا مش متوتر ولا مخنوق ولا مرعوب ولا مفزوع، زي ما النبي كان بيتوسل الكعبه كده عليه الصلاه والسلام، عند الكعبه وهو مستبشر وفي قمه السكينه وفي قمه التعذيب في المرحله الجاريه. ليه؟ هو يعلم ان الموضوع مش بايدينا، الموضوع بيد الله، وربنا مش هيسيبنا سبحانه وتعالى. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس، والله بكل شيء ايه؟ عليم. في بيوت اذن الله ان ترفع. هو ايه اللي في بيوت اذن الله ان ترفع؟ مفسرين واقفين هنا، ايه اللي في بيوت اذن الله ان ترفع؟ الطبري قام جايب لك لفظ يوقد، يوقد من شجره. قال لك الايقاد بيحصل هنا، يعني ادي الفتيله مطفيه وادي النور والشراره والزيت اهو، اما بتدخل هنا بتلقط تخرج بقى والمصباح منور. ابشر يا حبيبي، ابشر بقى لو خرجت من هنا بالمصباح الرباني الرهيب ده اهو، مش هتتوه بره، مش هتتشتت بره. بس القضيه هنا بيتم الايقاد، لا يوجد مكان تاني بيتم فيه الايقاد زينا، وفي بيوت اذن ارتفع. يعني بالاخر يعني ايه؟ يعني احنا داخلين بيت ربنا يا جماعه المشكاه بتاعتنا بايظه ومسربه، والزجاجه بتاعتنا مهببه، والهباب خلاها من جوه ومن بره بايظه ما بتعديش نور، والفتيله محروقه وما بتلقطش. يعني كل الجهاز بتاع النور جواك بايظ. بتدخل هنا بقى تتعرض للنور، بتخرج بره كل المشكاه بقت سليمه، الزجاجه اتجلت واتصنفرت، الفتيله اتجددت وبقت فتيله جديده تاني. يعني هنا بالتعبير بتاع اهل الدنيا مركز الصيانه بتاع نظام النور جوه قلبك.
عارفين العربيه انت ممكن لما تحب تصلح عربيه بره مركز الصيانه، العفش عند العفشاجي والسمكره عند السمكري والفرش عند مش عارف مين والموتور عند الميكانيكي والسلوك عند الكهربائي، انما مركز الصيانه مكان واحد بتدخل في العربيه كل مشاكلها بتتحل. هنا المكان اللي احنا قاعدين فيه ده اهو، المكان اللي انا قاعد فيه ده اهو، المكان اللي انتوا قاعدين فيه ده اهو، احنا قاعدين الوقت والانوار بتتنزل على قلوبنا واحنا مش حاسين. هنا مركز الصيانه للنور، هنا مركز الصيانه للمشكاه، هنا مركز الصيانه للمصباح والزجاجه. يبقى احنا لو عايزين نور هنجيب نور منين؟ هنجيب نور من بيت ربنا سبحانه وتعالى. اخواننا لما ربنا وصى النبي بالصحابه عليه الصلاه والسلام، لما الملك عز وجل تبارك وتعالى وصى النبي بالصحابه قال له اصبر نفسك مع مين؟ ها؟ مع الصحابة؟ لا مش مع الصحابة، مع لا مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ربنا بيقول للنبي مش اي حد تديله عمرك، مش اي حد تنفق معاه عمرك. الاول العبادة الخطوة الاولى، لان اللي هيعبد ده مثله يهدى للفتح. يعني التربية يقول لك والتربية دي هدفها ايه؟ التربية ان انا اخرج مجاهد، التربية ان انا اخرج واحد بيشتغل للنار. لا 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 لا، التربية دي ان انا اخرج واحد لما يقف قدام ابواب الجنة الابواب الثمانية تتفتح له. التربية دي انك تخرج واحد لما يقع في زنقة يقف يصلي ويقول يا رب افتح لنا، ربنا يفتح لنا. التربية انك تخرج واحد مثله يهدى للحق. التربية انك تخرج واحد اهل الفتح. لا زمان الواحد لما كان يشتغل مع بعض اخوانه كده يحاول ان هو ايه لو عنده اي حاجة في دين ربنا يحاول يوصلها لهم. يعني كان الواحد لما يشوف الاخ بيشتغل وبيجري ورايح وجاي كان الواحد يفرح قوي ويحس ان التربية بتجيب نتيجة. الوقت الواحد ما عادش بيتخدع الخدعة دي. عارفين ليه؟ لان الواحد ايقن انها مش من مجهود. ما ياما ناس اشتغلت وما جابتش نتيجة، وياما ناس اشتغلت وانتكست. انما لما تشوف الاخ كده تبص لوشه تحس ان ده ربنا مش هيضيعنا بسببه، ده ربنا هيفتح علينا بسببه، ده ربنا مش هيخذل صف ده هو فيه، لن يهزم صف ده هو موجود فيه بفتح الله سبحانه وتعالى. يا اخواننا عايزين نبقى اهل الفتح الله. يا جبال اوبي معه والطير والنا له الحديد، النا له الحديد، النا الحديد، النا له عشان ده هو، لأجل ده هو، عشان ده هو يرفع، عشان ده هو ينصر. فتح الله سبحانه وتعالى. أنا أعمل سابغات وقدر في السرد العلم بقى وصناعة الدروع وأعمله صالحا. اوعى تسيب العمل الصالح، اوعى تسيب عبادة ربنا سبحانه وتعالى، اوعى تسيب الإقبال على الله سبحانه وتعالى، اوعى تسيب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول لك ايه؟ وقل للذين لا يؤمنون اعملوا اشتغلوا هاتوا اخركم على مكانتكم. يعني ممكن تقول بالتعبير العام كده اعلى مفخلكم اركبوه، يعني اعملوا على مكانتكم، اعلى امكانيات لكم، اعلى قدرات لكم ادوها، انا عاملون، احنا مش هنبطل شغل. وانتظروا ان ايه؟ منتظرون. كان المتوقع بقى استنوا احنا هنوريكم، استنوا هتشوفوا احنا نعمل فيكم ايه. احنا مش متوكلين على عملنا، انا منتظرون. احنا متوكلين على فتح ربنا سبحانه وتعالى. انا منتظرون، انا منتظرون، ده الشعور الايماني بتاع اي واحد قلبه متصل بالله. هو الوقت لما يعدي يشوف منظر الشباب كده. يعني امبارح كنا في جولة من الجولات الجميلة قوي سبحان الله العظيم، يعني بالجولات الجميلة، يعني كل راجع كده هو ايه بيقولك انا ما كنتش عايز ارجع لولا المعاد اللي احنا يعني ارتبطنا ان احنا نرجع فيه. من الجولات الجميلة. طب انت بتكلم الثلاثة دول والاربعة دول، وفي 3000 واحد في النادي ده الله اعلم بيهم، وفي 20-50 ألف واحد في الجامعة الصبح الله اعلم بحالهم، وفي وفي وفي، ممكن يجيلك احباط. لا، إنا منتظرون. أنا مش شغل ده هو اللي أنا متوكل عليه وإلا هبطل شغل وكل واحد يقعد في بيته وخلاص. إنا منتظرون. يا أخوانا اوعوا تخلعوا النظارة، يا أخوانا اوعوا تخلعوا نظارة الاتصال بالله، اوعوا تخلعوا نظارة أوراد العبادة، اوعوا تخلعوا نظارة الاجتهاد في عبادة ربنا وسماع القرآن وتلاوة القرآن مهما كان الواقع، مهما كان. احنا يا جماعة وظيفتنا ان احنا نعبد ربنا، ولما ربنا بيفتح لنا في الشغل بنجتهد في الشغل ولكن بفتح ربنا. عشان كده سبحان الله، يعني الواحد في العمرة يعني لاحظت ملاحظة غريبة جدا رغم ان هي موجودة يعني، بس سبحان الله لاحظت ان الصور
اللي بدأت هو لما بتلاقي بدايات الصور متشابهة تعرف ان الصور موضحها متشابهة. لاحظت ان بدايات الصور اللي اتكلمت عن هيمنة الله عن كل شيء وعن فاعلية صفات الملك في كل شيء وعن قدرة الله على كل شيء هي والصور اللي اتكلمت عن بناء الدولة وإقامة الدولة الاتنين بدايتهم واحدة. ألف لام ميم سورة الروم، ألف لام ميم سورة لقمان اللي بيتكلموا عن لله الأمر من قبل ومن بعد وإن ربنا اللي بإيده كل حاجة، وألف لام ميم سورة البقرة اللي بتتكلم عن بناء الدولة، وألف لام ميم آل عمران اللي بتتكلم عن الجهاد وعن حرب الشبهات وحرب السيف. قال يا رب كأن ربنا بيقول لك أنت تربيت في مكة على مفاهيم ألف لام ميم المكية العبادة والاتصال بالله. اوعوا لما 25 يناير تحصل تنسوا العبادة، اوعوا لما البرلمان والسياسة وانتخابات الرئاسة والابواب بتاعت الجامعات والمؤتمرات والنوادي تتفتح، اوعوا لما افاق الدنيا تتفتح اوعوا تنسوا العبادة، اوعوا انتوا بتبنوا الدولة في البقرة وآل عمران ألف لام ميم المدنية تنسوا هيمنة ربنا على كل شيء في ألف لام ميم المكية زي سورة الروم. يعني عايزين يا اخواننا في المرحلة اللي احنا فيها دي قلوبنا تتعلق بالله. يا شباب كلنا عايزين نوصل لربنا، مش هتقدر توصل غير بالله يا ابني. كلنا عايزين ننصر دين ربنا، مش هتقدر يا ابني غير بالله. يا اخوانا عايزين نعتمد حاجة كده اسمها منهج الركعتين نخرج بيها، معلش شيخ ابراهيم ثانية واحدة، عايزين نعتمد حاجة اسمها منهج الركعتين نخرج بيها بس من الهو. يعني ايه منهج الركعتين؟ كل ما يحصل لك اي مشكلة قبل ما تفكر، قبل ما تخطط، قبل ما تعمل اي حاجة، قوم اتوضى وصلي. الواحد اصابه كرب في الحرم، طب نسمع اذان العشرة. بعد اخواني واحبابي في الله، العريس وصل اهو. كان المفروض على الاخوة في الله النهاردة بقى، بس مالكش نصيب بقى. كنا نتكلم عن الاخوة في الله وبعد كان نقول بقى فرح اخونا بقى دكتور احمد شنهاب باب الاخوة في الله بقى نشاركه، بس يعني ايه معلش هي ذنوب يا ذنوبك الله اعلم بقى ذنوب مين. الحمد لله. كنا بنتكلم عن ايه اخواني؟ كنا بنتكلم في صورة ايه او موضوع ايه؟ المشكلة مسربة خالص. اللي في العمرة طيب يعني يعني قبل العمرة يا اخواني العبادة دي لازم تبقى ثابت مقدس في حياتنا. انت متخيل ان سيدنا داود الملك اعبد البشر افضل قيام في البشرية بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، افضل صيام في البشرية، كان بيختم القرآن اللي هو الزبور يعني على ما يسرج له الفرس بتاعه، كان اعبد البشر بنص الحديث الصحيح للنبي عليه الصلاة والسلام. متخيل ان النبي قائد الدولة وقائد الجيوش عليه الصلاة والسلام كان بيقوم ثلثي الليل، ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ايه ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، مش الكل، مش الكل هيقدر يواصل بالمنظر ده. ها والله يقدر الليل والنهار، علم ان لن تحصوه فتاب عليكم. اعملوا ايه بقى؟ فاقرأوا ما تيسر من القرآن. يبقى دي القرآن اهو. طيب انا يا رب عندي ظروف، علم ان سيكون منكم مرضى، انا يا رب واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله مشغولين وشغالين وردية طول النهار. طب يا رب واخرون يقاتلون في سبيل الله، يعني يا رب خلاص براءة بقى بلاش دعوة، فاقرأوا ما تيسر منه. قال لا، يعني يا رب بعد كل الظروف دي برضو ما ينفعش اسيبه، برضو ما ينفعش اسيبه، يعني يا رب ده انا مقاتل ما ينفعش اسيب القرآن، ده انا يا رب بشتغل 20 ساعة ما ينفعش اسيب القرآن، ده انا يا رب ما ينفعش اسيب القرآن واسيب العبادة. يعني قبل المشاغل واعلى ظروف اقرأوا ما تأثر من القرآن، طب بعد المشاغل برضو فاقرأوا ما تأثر منه، اوعوا تسيبوا العبادة. يا اخوانا دي اول حاجة، اول مفهوم لازم يترسخ في حياتنا. ده انتوا عارفين الصفر، الصفر كل واحد مننا صفر، لما يبقى واحد الواحد اللي بعد الصفر ده اللي هو اصبر نفسك مع الذين ايه يدعون ربهم بالغداة والعشي، ده رقم واحد. انا هبني عمارة ازاي من غير اساس؟ الاساس يدعون ربهم بالغداة والعشي. لو من غير اساس هتعلي على ايه يا ابني؟ هتشتغل على الدعوة من غير اساس هتقع النهاردة وبكرة، هتشتغل في الجهاد من غير اساس هتقع النهاردة وبكرة. اوعوا يا اخواني في الله تاخدوا من الاساس وتعلوا، اوعوا تعملوا زي اللي عايز يعلي البيت بتاعه ما هوش عارف يعمل ايه، قاعد يكسر في عواميد الاساس ويعلي بيها البيت.
ده جنون. الاساس بتاعنا العباده والاتصال بالله. طب والتعليه؟ الشغل، الحركه، الدعوه، العمل الجماعي، الجهاد السياسي، الجهاد الدعوي، الجهاد على كل الصغور. اوعى تاخد من الاساس وتعلي. اشتغل في نصر الدين ربنا والاساس بتاعك موجود، ما تشتغلش من غير اساس. كنت بقول لكم منهج الركعتين، منهج الصلاه بالله. والواحد في العمره ديت والله يا اخواني اصابني كرب فوله، يعني حتى تمزق كبد الواحد، معرفش ده ايه. يعني انا اول يوم رايح والواحد فرحان بقى في فتوحات ربنا في القران، والواحد فرحان بقى انه ايه يعني ان يعني ربنا يعني اكرمه بحاجات كده في العباده، وبكل سذاجه منقطعه النظير قعدت قدام ناس كتير في الحرم، ده ربنا فاتح وربنا فتح الواحد، والواحد احسن عمره عملها في حياته. انا لا ادري ما حدث، ولكن يعني حد بقى نشك عين، حد عمل حاجه. الدين بيتحسد اكتر بالدنيا، خدوا بالكم، الدين بيتحسد اكتر بالدنيا بكتير. ان الحسد لا يولع بالرجل، يقوم جواك حريقه حتى لا يتردى من الجبل. فانا ما اعرفش حصل ايه كذا يوم، لدرجه ان انا اتصلت بحد يكلمني شركه الساعه عشان ارجع، مش قادر من الاحساس، الهم اللي ركب قلب الواحد مش عارف ده ايه. بس انا حاسس والله يا اخوانا، صحيت في ليله كده لا ادري ما بيه من الهم، نزلت الحرم، كنت في المدينه يعني، توضيت ونزلت الحرم وركعتين في ركعتين. انا مش هقول لك صليت بقى فظللت طول الليل، هم اربع ركعات، ركعتين في ركعتين بس. وانا بقول يا رب الواحد كان بيرتجف يعني، وانا بقول يا رب انا كنت حاسس ان الواحد من كتر الاستغاثه بالله، والله العظيم ما انشق الفجر الا وكانك انسان عمرك ما دقت لا هذا الهم ولا كرب ولا ضيق. تقول يا رب فرج عني مال. يا اخوانا الدعاء يا اخوانا، يا رب لو ده حسد زيله، يا رب لو ده ذنب ارفعه واغفره، يا رب لو ده ابتلاء فرجه. يا اخوانا منهج الركعتين. وانا ماشي في الحرم كده يعني، عمره اللي فات الواحد كان قلبه كده ايه مايل قوي انه يعني ايه يبقى مع اخوانه وما يكسفش حد كده من اللي بيجوا يتكلموا. فقابلت اخ من الاخوه بيقول لي انت عارف انا مراتي اتصلت بيا من كذا يوم، قالت لي انا وديت ابننا، ابنه عنده 5 سنين، لدكتور. الواد طلع الورم هنا كده، طبعا بقى الاشعه والفحوصات والحاجات اللي بتتعمل. قال لها ابنك عنده سرطان في الغدد الليمفاويه. سرطان الغدد الليمفاويه ده كنا بندرسه يعني اشد من اشد انواع السرطانات في الاطفال، وسرطان الاطفال اصلا يعني اشد انواع السرطان، سرطان الاطفال اشد عنفا من سرطان الكبار بكتير جدا بكتير جدا. ربنا يعافينا ويعافي مرضى المسلمين اجمعين، وربنا قادر على كل شيء وكل حاجه في قدره الله. هينا سبحان الله العظيم، هو علي هين. فقال لي، فراحت لدكتور تاني برضه طبعا الحاجات دي لازم بقى الاشعه والفحوصات والكلام ده، قال له ابنك عنده سرطان في الغدد الليمفاويه. طبعا يعني خلاص يعني، فبيقول خلاص حجزت وايه وانزل. فبيقول فقلت اجي اعمل عمره، العمره اللي هو قابلني فيها دي بقى، اجي اعمل عمره الاول اهو. فبيقول طف حوالين الكعبه، قام داخل على الملتزم وقام لازق وشه في الكعبه ما بين الحجر والباب، وظل يصرخ. بيقول لي قعدت اصرخ واقول والله يا رب ما انا خارج من هنا اهو الا لما تقضي لي حاجتي. انا يعني الحاجات دي الواحد بيسمعها، بس للاسف والله يا اخوانا احنا ما بنعرفش نطبقها، للاسف احنا بنسمعها من الناس واحنا ما بنطبقهاش. والله يا رب ما انا خارج الا لما تقضي لي حاجتي. بيقول سبحان ربي العظيم، بيقول الناس بتيجي جايه تشده من كتر الصراخ اللي بيصرخه، الناس سابوه خليك بقى على راحتك شكله مكروب جدا. بيقول سبحان الله. فبعدها يعني بعدها بشويه مراته اتصلت بيه، على قدر مسافه ما مراته ودت ابنها لدكتور من الدكاتره ثالث، يعني ودته بعد الدعاء بعد موقف الملتزم. فاتصلت بيه قالت له يا دكتور، قال لي ابنك ما عندوش سرطان في الغده الليمفاويه، ابنك عنده خراج في الغده الليمفاويه. فبيقول لي سبحان الله العظيم، انا المفروض كان طيرت دلوقتي، طيرت دلوقتي. فانا بعد ما سبته قلت الراجل ده برضه مش ايه مش ذكي قوي. يا عم ده انت بطواف ووقف عند الملتزم بقت من سرطان لخراج، طب هسيب ابنك ليه يتفتح ويتعمل جراح؟ يا عم كمان عمره، يا عم كمان عمره يبقى ما فيش خراج ولا حاجه بقى، خلاص بقى بنام يعني. ربنا كريم، كانت تلتين الصخره اتفتحوا يا عم، كمل وخليها تتفتح كلها وابنك بقى. يا اخوانا منهج الركعتين، منهج الدعاء، منهج كلمه يا رب، منهج واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها، منهج العباده. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، اي لولا عبادتكم. كل حياتك اعباء ومشاكل وهموم، ربنا سبحانه وتعالى هيعبأ بك ليه لولا العباده بتاعتك. العبادة
العبادة مش تعطيل وقت، العبادة توفير عمر، العبادة سر فتح ربنا عليك في حياتك، العبادة سر اصطفاء ربنا ليك، العبادة سر اصطفاء ربنا ليكي، انك تبقي ام الفاتح من الفاتحين، او انت نفسك تصطفي في دعوة الله. العبادة سر ان ربنا ينفعك، العبادة سر ان ربنا يفرج كربك. العبادة يا اخوانا ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين. المفسرين قالوا لك لبلاغا مش يعني انا ببلغكو، قال لك لبلاغا يعني اللي هيوصلكو وهيبلغكو وهيحقق مرادكم وهيوصلكو لامانيكم هي العبادة، هي العبادة انك تبقى عابد لله سبحانه وتعالى، انك تبقى عابد لربنا. سيدنا ابراهيم واقف قدام النمرود، واقف قدام رئيس العراق، وقالوا النمرود ده ممن ملكوا الارض اصلا في عصره، يقول له ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. بعدها بايتين، واذ قال ابراهيم ايه رب ارني كيف تحيي الموتى. سيدنا ابراهيم واقف ما بين الجبال وبيدعي ربنا، وقاعد يجيب طيور الله اعلم بقى جابها ازاي اصلا، ويقطع فيها ويطلع له 30 40 جبل يحط حتت فيها ويقف وينادي الطيور، والطيور تيجي له ايه ده يا ابراهيم، ده انت وراك معركه دعويه رهيبه، انت وصلت لقاده الدول، ده انت المعركة بينك وبين الباطل ولعت لدرجة انك بقيت بتنصر قادة الدول، هو انت عندك وقت اللي انت بتعمله ده؟ يا جماعة يا اخوانا لو التاني ده ما حصلش الاولاني مش هيفتح فيه. سيدنا موسى بيقول واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا. مجمع البحرين ده يا اما مضيق قبل طارق، يا اما مضيق باب المندب، يا اما انطاقيا، حاجة يعني حاجة رهيبة. فبيقول لك او امضي حقبة، هنجيب اقل تفسير للحقبة وهو 80 سنة. 80 سنة، ولو ان الحقب دي اصلا في اللفظ العلمي الدنيوي الحقب دي حاجة الاف السنين يعني، بل مئات الالوف من السنين. ف 80 سنة يعني بيقول لك انا مستعد امشي مئات السنين بس اوصل. وسيدنا موسى راح يتعلم ايه؟ علم معرفة الله. طب يا موسى يا ابن عمران، ده انت وراك امة ووراك تربية ووراك جهاد ووراك تحرير فلسطين ووراك امه لسه خارجه من تحت ايد فرعون، هو انت فاضي؟ انتوا عارفين يا اخواني في الله، لو سيدنا موسى ما كانش قال في العباده والوصول الى الله او امضي حقبه، كان الحقب دي هيمضيها مع قومه من غير اي نتيجه. يعني انت التعب اللي انت بتتعبه في العباده بيريحك بعد كده في الشغل، بيريحك بعد كده في وصولك لربنا، بتلاقي ربنا بيفتح لك، بتلاقي لو انت طالب وصول الى الله ربنا بييسر لك طريقه، ربنا بيفتح لك ابواب انك توصل له، ولو انت طالب استعمال ربنا بيفتح لك ابواب الاستعمال. سيدنا يوسف يا رب ليه بضع سنين في السجن؟ يا رب ده النور الوحيد في مصر، يا رب ده مصر بيموتوا على الشرك، ليه يا رب؟ عشان يوصل لمقام ارجع الى ربك، كمال التعلق الكامل بقى خلاص، ما عادش في سكرني عند ربك وبقى. عشان يا رب بضع سنين. يا اخوانا اكبر مصلحة للدعوة قلب الداعية، لان قلبك لو طاهر هتبقى سبب للفتح علينا كلنا وسبب للفتح في حياتك. اكبر مصلحة للدعوة يا رب سيدنا داود الملك اللي انشأ المملكة يقعد يسبح ليه من الفجر للغروب. طب ما اليوم ده كان زمانه كسر فيه الدنيا يا ابني، ده بدماغك يا حبيبي، مش بايديك، مش بالدراع، مش بالجاري، ده فتح ربنا بيتنزل على اهل الفتح. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحانه وتعالى. طب وبعدين وربك يعلم ما تكن صدورهم، على قد اللي في قلبك على قد ما ربنا يختارك او ما يختاركش. سيدنا موسى لما قال او اجد على النار هدى، مشغول بالهداية على قول بعض المفسرين، مشغول بالهداية وسط الظلام والمطر والمتاهة والجوع والتعرض لاسباب الموت كلها، ومشغول بالوصول لربنا. بعدها بقيتين ربنا قال له وانا اخترتك، اللي همت اقباله على الله فوق ظروف الدنيا ده اللي ربنا بيصطفيه وبيختاره، ده اللي ربنا بيرفعه، ده اللي ربنا بيختاره. عايزين ندرك اهل الكهف يا رب يناموا 300 سنة ليه؟ ليه 300 سنة؟ طب يا رب مكان يعني 300 سنة دول لو كنت يا رب اشتغلوا في الدعوة كانوا كسروا الدنيا بكل النور اللي عندهم ده. ده بحساباتنا. هم ناموا وصحوا بعد 300 سنة لقوا ايه؟ الناس بقى لما جرت عليهم قالوا ربهم اعلم بهم، وكذلك اثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق، ها؟ اذ يتنازعون امرهم بينهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم. ربهم اعلم بهم دي كلمة ناس مؤمنة. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم ايه؟ مسجدنا. ده كلمة الناس الوحشة، يعني الوحشين بيقول لك مسجد بقى على قبور وبتاع، والحلوين بيقول لك ربهم اعلم بهم. يعني الدولة الشركية الضالة اللي ناموا عليها
مش هي اللي صح على ده، صح على دولة كلها إيمان. الإيمان ده يقينا وراء ناس قامت وصلحت. ومع ذلك ربنا ذكر قصة الناس اللي جهدت وضحت بعمرها عشان تنجو وتوصل لربنا، ولا قصة الناس اللي غيرت الواقع وقلبت الواقع من الشرك للإيمان؟ ربنا ذكر قصة مين؟ ها؟ أهل الكهف، صح ولا لا؟ الناس التانيين دول احنا عارفين عنهم حاجة؟ ولا في قصة ذكرت لهم؟ والصورة اتسمت باسم مين؟ أهل الكهف. الناس التانيين دول عرفنا عنهم حاجة؟ ليه؟ يا اخوانا طالب النجاة ده غالي قوي عند ربنا. غير ان بسبب أهل الكهف بنومهم ده الفتح تنزل وهم نايمين. انت ممكن شغلك هنا هو لو انت صادق ومخلص ربنا ما ينزلش بيه الفتح في المنصور، ربنا ينزل بيه الفتح على ناس شغالة في الدعوة في انجلترا يدخلوا في الاسلام او يدخل الناس معهم في الاسلام. انت تعرفش الجهد بيبذل هنا بس ما تعرفش الفتح ينزل فين. هي دي الربانية، هي دي ربنا. ما تعرفش الفتح ينزل فين. هم ناموا وربنا قلب لهم الدنيا. وترى الشمس اذا طلعت تزاور واذا غربت تقرضهم، معجزات يا رب. ده وهم نايمين بتعملهم الكرامات دي وهم نايمين، امال وهم صحيين؟ تخيل انت نام والكرامات شغالة. ناموا على هم الوصول الى الله، ناموا على هم الرغبة الى الله. فلما ناموا على الهم ده ربنا اجرالهم هذه المعجزات. اللي قلبه مليان اقبال على الله ده غالي او عند ربنا. طالب النجاة ده غالي او عند ربنا. فكر في عبادتك، فكر في صلتك بربنا، فكر في مصالحتك على ربنا. الحسن البصري لما كان واحد يتوب يعني كان بيبقى عايز يعمل فرح، يعني بيقول لك عبد تصالح مع ربه. عايزين نتصالح مع ربنا يا اخوانا. اخوانا يعني سبحان الله العظيم، كنت يعني بتناقش مع بعض اخواني كده في قول الله يا ايها المدثر قم فانذر، فبيكلم فبيقول لي الدعوه الى الله وننزل. بقول له يا اخي قم فانذر دي ما نزلتش في المرحله الجهريه اصلا. مش نشوف الاول الايه دي نزلت امتى؟ احنا عاملين زي القران بالنسبه لنا زي فيلم اجنبي والترجمه على الشاشه، بس الشاشه سودة فاحنا مش شايفين الصور، احنا شايفين الكلام بس. فقم فانذر، يبقى معناها الدعوه وانزل واجري ماشي جميل. ما ده معناها طبعا، بس معناها لحظه نزولك ايه وربك فكبر. انت قاعد تشوف الكلام المترجم بس ما انت شايف الصور اللي نزل فيها الايات دي. يعني فصل القران عن الاحداث اللي نزل فيها بيخليك عامل زي اللي بيتفرج على ترجمه فيلم اجنبي من غير ما تشوف الصور، فهو مش فاهم اصلا. هو فاهمه على قد انه بيقرا كلام، مش قادر ينزل الكلام على الواقع. انما تعالى بقى نور الشاشه، تعالى بقى نور الشاشه. قم فانزل نزلت امتى؟ في اول الدعوه السريه قبل ما النبي يؤمر انه ينزل للناس اصلا. النبي ما نزلش للناس غير ثلاثه مكيه، ثلاثه مكيه في اول الدعوه السريه. يعني اقصد ايه؟ يعني اقصد ان قم فانذر ده كان حضراتنا المقصودين بيها، الناس اللي بيسموا نفسهم ملتزمين واللي بيسموا نفسهم مكملين. يعني احنا اولى الناس بالخوف من الله. هنخرج نقول للناس خافوا من ربنا واحنا مش عارفين قدر ذنوبنا؟ وهنخرج نقول للناس توبوا واحنا ما بنجددش التوبه؟ ده انت الف مره شفت منكر وسكت، والف مره الدين احتاجك وخزلته، والف مره عينك فلتت منك في منظر حرام. يا ابني انت 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 فاكر ان مالكش ذنوب ولا ايه؟ فاكر انك مش محتاج توبه ولا ايه؟ فاكر ان قلبك ده مش محتاج تطهير وعباده ولا ايه؟ اخواني في الله، يعني ربنا يسددكم يا رب، وربنا يعني يفتح علينا جميعا. الاخ اللي بيقول لك المسجد الاقصى ازاي يتهدم او ممكن يتهدم رغم ان ده لم يذكر في القران او السنه، ومين قال لك ان ده لم يذكر في القران او السنه؟ هتقول يعني ذكر، ومين قالك انه ذكر؟ بس يعني انت مش ربنا بيقول فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجاكم وليه وليدخلوا المسجد، صح ولا لا؟ يبقى معناه ان المسجد هيتاخد ولا لا؟ هيتاخد الله اعلم. يعني سيدنا يوسف نفسه قالك ذلك تاويل الرؤيا ده بعد ما اتحققت. انما انا اقصد مين اللي قالك ان المسجد مش هيتاخد، ومين اللي قالك المسجد هيتاخد؟ الله اعلم. انما لو على ظاهر الايه المسجد هيتاخد، وليدخلوا المسجد معناه ان المسجد كان تاخد مننا اصلا لما هتيجي القومة التانية والخلاص من بني اسرائيل، معناه المسجد تاخد. الله اعلم. ولكن يعني انا قصدي ايه يعني بلاش كلمة ايه مفيش. يعني اخواننا في سوريا كان المفروض هنتكلم عنهم برضو النهاردة بباب الاخوة في الله، ولكن درس الاخوة في الله والحب في الله او جنة الاخوة في الله او تاني اعظم عبادة في الاسلام او يعني انت ومالك لاخيك او اي حاجة، يعني درس الحب في الله والاخوة في الله هيبقى ان شاء الله باذن الله الجمعة الجاية باذن الله، ونعمل بعدها حاجات جميلة كده مع بعض كده من باب تدعيم الاخوة بيننا وبين بعض. ولكن يا اخواني ان شاء الله يبقى في الاربع هنا مؤتمر شيخ محمد عبد المقصود ودكتور سعيد عبد العظيم باذن الله، وهيبقى في
الجامع من العلماء والمشايخ يعني باذن الله، هيبقى في السلام نوت بعد المغرب يوم الاربعاء باذن الله. يعني يا ريت بس ايه تعرفوا الدنيا كلها باذن الله. هيبقى عن سوريا، ولكن مبدئيا يعني اخونا دكتور احمد حشيش هيقف على باب المسجد من اجل ان هو يجمع اموال لسوريا، من اجل ان هو يجمع اموال للتبرع لسوريا باذن الله بعد الدرس. فنرجو الا نخذل اخواننا من باب الاخوه في الله. 13 و14 و15 امتى؟ 3 و4 وخميس. امال النهارده يا جمعه 3 و4 وخميس. اخواننا ما تنسوش 13 و14 و15 وابعتوا رسائل للناس كلها، علقوا ورق على المساجد، ننشر جو العباده كده. يعني 13 و14 و15 3 و4 وخميس ربنا يسددكم يا اخواني. اسال الله سبحانه وتعالى، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، اللهم اجعلنا ممن يخشونك ولا يخشون أحدا من خلقك. اللهم اجعل، اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، ولا تجعل همنا إلا رضاك يا رب، ولا تجعل همنا إلا رضاك يا رب. يا من قلوبنا بيدك، يا من قلوبنا بين أصبعين من أصابعك، يا من نواصينا بيدك. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم اسلل سخائم صدورنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم قو في رضاك عزائمنا يا رب. رب زدنا علما، رب زدنا فهما، رب زدنا عزما، رب زدنا ايمانا ويقينا. اللهم اجعلنا مسلمين لك، سلما لك، مخلصين لك، مخلصين لك. اللهم لا تجعل همنا الا رضاك، ولا تجعل رغبتنا الا اليك، ولا تجعل توكلنا الا عليك. واملأ قلوبنا حبا لك وفرحا بك ويقينا فيك وإنابة وإخباتا لك وثقة بك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك وحب من ينفعنا حبه وحب من ينفعنا حبه عندك. يا رب تولى أمرنا، يا رب أصلح فساد قلوبنا، يا رب ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اجعله ربيع قلوبنا يا رب، اجعله نور صدورنا يا رب، اجعله جلاء أحزاننا يا رب، اجعله ذهاب همنا يا رب. يا رب اجعلنا من أهل عبادتك، اجعلنا ممن يسبحونك ليلا ونهارا سرا وجهارا. اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم اختارنا، اللهم اصطنعنا لنفسك، اللهم اصنعنا على عينك، اللهم فتحك يا رب العالمين، اللهم نصرك يا رب العالمين، اللهم مددك يا قوي يا متين، اللهم انصر دينك وأعز أوليائك، اللهم أذل لدينك أن يسود وأذل لشرعك أن يحكم. اللهم انتقم من بشار الأسد، اللهم انتقم من بشار الأسد، اللهم مزقه شر ممزق، اللهم انتقم من النصيريين، اللهم انتقم ممن آذانا، اللهم انتقم ممن آذانا في ديننا ودنيانا. اللهم انصر إخواننا في أهل في أرض الشام، اللهم أنزل عليهم من بركاتك ورحماتك، اللهم ارفع راية الجهاد يا رب، اللهم أذن لراية الجهاد أن ترفع، اللهم أذن لراية الجهاد أن ترفع، اللهم أذن لراية الجهاد أن ترفع، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.